الفردية، زرعوا فينا روح الفردية فأماتوا روح الجماعة وأماتوا التضامن والاعتصام والتداعي، وصار كل منا مشغول بنفسه يبحث عن مأكله، عن مشربه، عن ملبسه، عن احتياجات أسرته. وبعدها فليكن بعدي الطوفان، كل منا لا يهتم إلا بذاته. وصرخة المصطفى عليه الصلاة والسلام ما زالت تتردد قوية أبية: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يسلمه لفاجر يعبث به، ولا يسلمه لعدو ينال منه، ولا يسلمه لجوع يذله، ولا يسلمه لعراء يقتله بردا ومرضا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يسلمه لشيطان يقوده، ولا لنفس أمارة تأخذه بعيدا عن ساحل الهدى. لا يسلمه، لا يسلمه لضغط الحاجة، لا يسلمه لنظام التسيار الجماعي الذي يقود الركب العام إلى هاوية المنحدر. إنما المسلم يصرخ في أولئك أنقفوا، يصرخ في المنحرف استقم، يصرخ في العاصي أطع، يصرخ في المعتدي توقف. المسلم أخو المسلم، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: نصرناه مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: احجز على يديه، أن تأخذ على يديه فتمنعه من الظلم. روح الفردية قتلتنا، وأمر الله واضح: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فقاتلوا التي تبغي، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما، أما قبل أن تفيء فما زال القتال قائما. روح الفردية قتلتنا، زرعها العدو، فما عدنا نتحسس إلا كلمة أنا. نعلو في محرابها الخسيس، نتحرك في دائرتها العفنة، وقد يكون أقرب الناس من حولنا يحتاج إلى النصرة وإلى الكلمة وإلى اللقمة وإلى مد يد العون، فلا نبالي ممن عكس على حال الأمة جمعاء. شعوب إسلامية بكاملها يصفى وجودها، ولا نزيد على الحسبلة والحوقلة. هذا إن درينا ما أن هناك مأساة تجري. فلسطين أدمنا جراحها، واعتدنا مظاهر مواكب الشهداء في اليوم والليلة. فلسطين ألفنا ما يبثه الإعلام مسموعا ومقروءا ومكتوبا من مشاهد دامية يقتل فيها الصغار والكبار، وتهدم البيوت على رؤوس أصحابها. فلسطين اعتدنا على كل ما يجري فيها، وروح الفردية تقيدنا، فلا حراك ولا حس ولا واجب. أحسن وحالا هو الذي يذرف دمعات بصمت، أو يصرخ في لحظات انفعال ثم ينتهي الأمر عند هذا الحد. أين جدولة الحياة؟ أين برمجة الحل؟ أين نظام السير؟ أين توحد الجهود؟ أين؟ لو تحركت الأمة بروح الجماعة لفعلت وفعلت وفعلت، ولهزت لهزت أيها السادة معالم الواقع المنحرف، وأعادت له اتزانه. أخي سوف تبكي عليك العيون، وتسأل عنك دموع المئين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصع قبرك بالياسمين.